لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. إيطاليا تعمل على فتح خط ائتمان صندوق النقد الدولي الخاص بدون إصرار أحد رئيس الوزراء البريطانية في أحاطة أمام مجلس النواب. إيطاليا قبيل انعقاد المجلس الأوروبي غدا. أنا بالإعداد تعمل على فتح خط ائتمان صندوق النقد الدولي الخاص بدون إصرار حسبما ذكرت وقال التونسي في وضع مالي معقد للغاية، وإذا لم يتوقف فإننا نخاطر بتدفق هجرة لا يمكن أحد أن يوقفه. وأضافت رئيسة الوزراء البريطانية تحدثت مع الرئيسة بودن دي لاين حول الجهود المبذولة لتجنب تخلف تونس عن السداد. يذكر أن في تصريح أعربت ميلانو عن قلقها إزاء مشكلة استقرار تونس واحتمال انهيارها اقتصاديا، وهذا الأمر تتعذر معالجته لأن صندوق النقد الدولي قد علق المفاوضات مع سلطات هذا البلد حسب تصريحاتها.